مرحبا. طبعا أنا فرح الأتاسي، رئيس المركز العربي الأمريكي للأبحاث والدراسات بواشنطن، وأيضا من مؤسسين مركز المعلومات والمصادر العربي، ناشطة سياسية في الشأن السوري وفي العلاقات العربية مع العالمين العربي والإسلامي. مشاركتي بمنتدى بيروت بهذه القمة يأتي بوقت كتير مهم. هلأ المنطقة تمر بوقت جدا جدا حساس، المنطقة العربية وبالذات منطقة بلاد الشام والخليج العربي، بالأخص في سوريا في لبنان. فلقاء اليوم نخبة من المفكرين ومن السياسيين، من صناع القرار، من الإعلاميين، وأيضا المشاركة النسائية المهمة جدا، المشاركة النسائية العربية في هذه القمة مهمة جدا لضمان أن المرأة هي شريك في صناعة القرار، وهي ليست فقط مشاركة وإنما هي شريك، ليست فقط مشاركة، شريك مثلها مثل بقية صناع القرار في رسم مستقبل المنطقة العربية التي تمر اليوم بتحديات جدا صعبة، وخاصة على الشباب والمرأة، لأن الشباب والمرأة هم من دفعوا ثمن هذا التغيير الذي بدأ من تونس وامتدت شرارته إلى باقي الدول العربية. اليوم نعالج العديد من القضايا الراهنة، أهمها وضع الواقع العربي الآن. اليوم ننظر إلى هذه المنطقة، للأسف تراجع الهوية العربية، تراجع الهوية الوطنية، تراجع مفهوم المواطنة، نحن كمواطنين عرب. هذه المنطقة التي ننتمي إليها للأسف أصبحت هناك نوع من العودة إلى العرق، إلى الطائفة، إلى الدين، ونفي مفهوم الوطنية. فأصبحت الهوية هي إما هوية دينية أو هوية أيديولوجية أو هوية عرقية أو هوية طائفية، بينما انتفت هوية المواطن العربي، الإنسان العربي في هذه الأرض الخصبة والمليئة بالثروات ومليئة بالقدرات البشرية العربية، لكن للأسف لا يتم استثمارها. التحديات الخارجية لا يمكن إنكارها، تدخل دول إقليمية في شؤون وملفات المنطقة العربية، تحديات جسيمة على صناع القرار اليوم أن يقفوا وقفة ويقولوا ما هو دورنا اليوم لنغير هذا الواقع العربي، لنعيد الإيمان بالهوية العربية، لنعيد الانتماء والجذور إلى هذه الأرض العربية. كيف نستثمر بالشباب والمرأة؟ كيف نستثمر بالتغيرات التي تحصل بوسائل الإعلام، بالتكنولوجيا بهذا العصر المتحضر؟ فهناك العديد من التحديات، وأعتقد أن هذا اليومين سيكون حافل بالأفكار الجديدة، بالمبادرات الجديدة، بالأفكار الخلاقة. أنا كمرأة عربية وبالذات كمرأة سورية يهمني قضيتي الأولى، وهي قضية المرأة السورية، مشاركتها في صناعة الواقع السوري الحالي اليوم. ونحن نعلم أن المرأة كانت مشاركة في التغيير الذي حصل في سوريا، فأنا اليوم كمرأة سورية فخورة بمشاركتي في هذه القمة التي تجمع النخب الفكرية العربية والسياسيين وصناع قرار مسؤولين سابقين. فهي فكرة لنضع آراءنا ومقترحاتنا على الطاولة، وليس فقط الآراء والمقترحات وإنما الحلول، لأن نحن دائما نجتمع ونناقش، لكن قيمة قمة بيروت هي بوضع الحلول والتوصيات التي ترفع إلى صناع القرار لكي تترجم هذه الحلول والأفكار والأقوال إلى أفعال، وهذا ما نتمناه في هذين اليومين.